السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. في هذا الفيديو غادي نسمعوا الاعلام الجزائري شنو قال حول المباراه ديال المنتخب المغربي والبلجيكي، وغادي يعلقوا على ما وقع في بروكسل بين الجماهير المغربيه اللي حاصرها الامن البلجيكي وما خلاهاش تفرح بعد الفوز ديال المنتخب ديالها على منتخب بلجيكا، ووقع بعض الشنآن وبعض الشغب وهما رجعوا كل شيء للجماهير المغربيه. فنخليكم مع شنو قال الاعلام الجزائري، نتمنى انكم تفاعلوا مع الفيديو بشكل كبير، ما تنساوش تدعمونا بلايك، الناس اللي مازال ما مشاركنش معنا شاركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. المنتخب المغربي يفوز بنتيجه هدفين لصفر امام منتخب بلجيكا، ماهيش سهله. اذا نقدر نقول انه فريق عربي اليوم يعني زاد برهن كما برهنت السعودية مثلا في اللقاء الأول، اليوم منتخب المغرب برهن على أنه منتخب لبس به وفرض وجوده أمام منتخب من بين المنتخبات القوية ودائما يحتل المراتب الأولى فيما يخص ترتيب الفيفا. تفضلوا فيما يخص اللقاء. أنا شفت المباراة يعني وكنت متوقع، لأن المباراة الأولى يعني تكلم عن المباراة الثانية. الفريق اليوم تاع المغربي كما كنت نقول كان يلعب على حساب امكانياته. نعم، كان يامن اول شيء نقطه، وهذيك يعني الخطه هذيك يعني تحضر له للالوزور يعني في الوقت، والهدفين اللي جابوهم يعني بالوقت. نشوف بعض الصور تاع يعني المنتخب المغربي اذا كان ممكن. انتشار كان واقعي، وهذاك اللي سهل لهم تحركات الكره كان يعني بين الخطوط الثلاثة يعني كان يعني تنظيم معقول، وكان فيه يعني كانت اون موتيفاسيون يعني اون موتيفاسيون انتيليجونت. صح، باسكو ما عمروهمش باش يضيعوا، يعني كانت انتيليجون يشجع فيهم المدرب، يعني كانوا باردين، كان ياكسيليرو في الوقت اللازم، يعني يهدي في الوقت اللازم، يعني كانوا محضرين يعني معنويا كانوا محضرين اكثر من فنيا وتكتيكيا. نعم، وانا نقول كل ما يمر بالوقت حتى في المباراه الثالثه راح يكون التعب، راح يكون يعني التحضير المعنوي راح يكون اهم. انا نقول المنتخب المغربي اليوم لعب مباراه ذكيه جدا جدا. صح، وهذا المدرب انا نقول يسال في هذا التتويج. نعم، يونس افتيسان، بالاضافه الى الهدفين كان هدف كذلك ولكن في وضعيه تسلل يعني جيست هكذا. يا تفضل. حقيقه مراد لو نوليو المباراه نظن كانت قراءه جيده تاع المدرب المغربي. نعم، خاصة قراءته كانت في المباراة كندا بلجيك. نقول أنا القراءة تاع المباراة مدت له عزيمة للمدرب وحضر الفريق تاعو على المنتخب البلجيكي. نعم، المنتخب البلجيكي اللعب ديالو كانت قراءة جيدة تاع المدرب، ولكن في المباراة المنتخب المغربي حاجة شيء إيجابية، البداية مشى يدير الضغط على الحامل الكرة. نعم، ما قعدش للوراء وما قعدش ينتظر في الخصم، ما قعدش ينتظر في الخصم، الضغط هذاك المتقدم اللي ما خلاش المنتخب البلجيكي يخرج بكرات قصيرة. نعم، هو نعرفوا حنايا طريقة اللعب تاع المنتخب البلجيكي يخرج بكرات قصيرة وساعة ساعة يلعب كرات طويلة في العمق تاع المدافعين. نعم، اليوم المنتخب المغربي كان منظم. صح، منظم في ثلاث خطوط، الخط الاول هو المهاجمين اللي ما خلاوش المدافعين تاع المنتخب البلجيكي يخرج بسهوله. وشفنا شيء ايجابي لما يسترجعوا الكره المغرب، اللاعبين تاع المغرب نشوفوا لا ريكونفيرسيون تاع المدافعين، المدافع الايمن والمدافع الايسر يخرجوا يديروا لي دي دوبلومون على المهاجمين تاع اللاعب تاع المنتخب المغربي. هذه اللي اليوم شفنا المنتخب المغربي سجل هدفين. الهدف الاول مراد كي نعودوا نشوفوا المنتخب البلجيكي بالخبره بالتجربه باللاعبين اللي عنده كيفاش على كره ثابته في القائم الاول، ما كاين حتى لاعب حتى مدافع في القائم الاول. اللاعب المغربي ضرب في القائم الاول، الكره جات داخله، شفنا الحارس ينتظر فيها حتى ماهوش اي حارس، ماهوش اي حارس، هي مراد القانون اللعبه ميور غارديان ديمون. القانون اللعبه في القائم الاول لازم تدير مدافع، أكيد هو اللي يشد القائم باش ما يخليش الكره داخله.
هو ما كان حتى مدافعين، كل واحد كان يلعب الرقابة الفردية، ولكن في القائم الأول وين لازم يدير لاعب، لو كان كان لاعب تما كان الكرة ما تدخلش، كان هذاك اللاعب هو اللي يرجع الكرة. شفنا لما يسترجع الكرة المنتخب المغربي عرف كيفاش يخرج، حتى هو الهدف الأول جاء على قائم على الكرة ثابتة، ولكن الهدف الثاني جاء بنقول أنا بكرة قصيرة، وخاصة البلاسمون فلاكسيون صافي دير. اليوم شفنا المنتخب المغربي لما يسترجع الكرة ما يعطيهاش للمنتخب البلجيكي. يونس لا فورس نتاع المنتخب المغربي وين كانت؟ القوة قوته كان قوته كانت في الاندفاع البدني، اندفاع البدني لا ريغور تاكتيك ولو ديسبوزيتيف، الروح القتالية كانت، وهذيك اللي ما سمحتش للمنتخب البلجيكي يخرج بالكرة. نعرفوه باللي القوة ديالو هما الكرة السريعة، هذاك لونجاجمون هذاك تاع المنتخب المغربي هو اللي زاد لهم، يعني زاد لهم، وهذيك الروح القتالية اللي ما خلاتش المنتخب البلجيكي يخرج. كذلك قوة أخرى عند الأنصار، كذلك كانوا بقوة، يعني كان تشجيع تشجيع كبير من طرف أنصار المغاربة. نشوف الصورة ثم التصريحات. اش نقول لك اخاي، الله لا فرحونا اليوم، الدراري لعبت مزيانه وتساهل، والاداء اللي داروا فهمتيني ماشي عادي، ماشي عادي. قلناش كنتوقع هذا الماتش هذا بالحق، الحمد لله داز كلشي بخير وعلى خير، وان شاء الله الماتش اللي ما جاي يكون خير. المنتخب المغربي صراحه كان مسيطر طول وعرض على المقابله، رغم ان الاستحواذ كان من طرف المنتخب البلجيكي في 30 دقيقه الاولى، ولكن في الشوط الثاني كان المنتخب دخل مغاير. ان شاء الله نتمنوا كاع المنتخبات العربيه تصعد، واخا كاين واحد بعض العثرات بالنسبه للمنتخب التونسي والقطري والسعودي. هذا اذا بالنسبه للانصار، يعني تشجيعات كبيره، فرحه اكيد في الميدان، يعني في ما شفناهمش هنا في المدرجات، يعني كانوا كذلك بكثره، وهنا كذلك اللي كانوا يتبعوا اللقاء. ولكن من جهه اخرى شيء نتاسفوا له، من جهه اخرى بعض الانصار نشوف في بريكسل، يعني في مدينة في بلجيكا العاصمة، نشوف هذه الصور. أولا نشوف يعني لأنه ما نشوف شوية من البعيد، ولكن نقرأها هنايا. بروجيكتيل موبيلي ديتروي دي فواتور كاياسي، نعاود نشوف المقال. دي زيموت إكلاتا بروكسل أبري بلجيك ماروك، هاكو تشوفوا في الصور. كانوا مراد كانوا الأمن البلجيكي كان يتوقع هذه الأحداث، اولا السؤال اللي نطرحوه، لماذا يعني كاين فوز، كاين فوز، لماذا هذا التصرف؟ هما قبل المقابله كان الامن البلجيكي كانوا يتوقعوا في هذا الشيء، وداروا تعزيزات امنيه كبيره في بروكسل قبل ما تبدا المقابله، والشيء اللي كانوا متوقعين وحدث. حتى في نهايه الشوط الاول انا شفت كانوا عندي واحد الفيديو، حتى نهايه الشوط الاول لما كانوا متعادلين خرجوا داروا مشاكل انصار تاع المنتخب المغربي. باختصار باش نخرجوا فاصل، تفضل. مراد شوف، شمال افريقيا كاع هكذا، ما يعرفوش يفرحوا وما يعرفوش يبكوا، لا فرحنا على نبداو نكسروا، ولا بكينا ولا خسرنا، هاي تغلط. ما اليوم مراد بغض النظر عن هذه لا فيولونس هذه اللي انا شفنا، اليابانيين خسروا ولا ربحوا يصفقوا، احنا شمال افريقيين هكذا دائما عندنا الدم سخون دائما هكذا، ولو انه اليوم مراد لا سمحت لي مراد المنتخب المغربي يستحق العلامة الكريمة، لأنه فاز أداء ونتيجة واحدة. اثنين الركراكي مراد فكرنا في بالماضي 2019 متحكم في المجموعة، وحتى اللاعبين كانوا يلعبوا من أجل الركراكي باش يفرضوا الوجود تاعهم. شفنا صرات انسيدون صغير مراد قبل المقابلة، بونو الحارس تاع اشبيليا تاع المنتخب المغربي دار مكتوب في لافي دو ماتش، دار النشيد الوطني سخن قبل ما يبدا المقابله بواحد 3 مينوت دو مون دو شونجمون، هذا باسكو صرالو شغل داخل هذا الجست، هذا مراد الركراكي اشاد به وقال يعطيه الصحه هذا الحارس هذا اللي كيما نقولوا حنا ما لعبش كيما نقولوا حنا بالسمعه تاع المنتخب المغربي، وعوضوا مراد حارس الوحده السعودي المحمدي اللي ادى
مباراة في القمة ويعطيهم الصحة. يعطيهم الصحة. وهذه الدنيا مورا دواليب. دواليب. دواليب اليوم عليك ويغدو عليك. مبروك عليهم. شكرا بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. كان هذا إذن الجزء الأول من حصتكم، نلتقي بعد الفاصل. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات باش تخرج عليا بالرأي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.